دكتور درار، مرحبا بك معنا في الصحة. إذا اليوم جينا باش نحضروا لهذه الدورة، ماذا بينا تعطينا كلكو ديتاي عليها اللي رايت تجرى اليوم في معهد باستور؟ تفضل. يعني أهلا وسهلا بكم في معهد باستور بمناسبة أول دورة تكوينية حول التسلسل الجيني لفيروسات إنفلونزا وسارس كوف 2 كوفيد 19. هذه دورة تكوينية تضم أكثر من 12 بلد إفريقي من جميع القارة الإفريقية، وهي يعني منظمة من طرف المنظمة العامة للصحة، وكذلك خصوصا المركز مكافحة الأوبئة بأطلنطا الأمريكية سي دي سي أطلنطا اللي هو رائد في هذا المجال، بالإضافة إلى لابياشال واللي هي مركز يعني المخابر الصحة العمومية في الولايات المتحدة اللي عندهم خبرة كبيرة في هذا المجال. وهذا بالجميع هم يعني يحضروا الآن في هذه الدورة التكوينية، واليوم افتتحت من طرف ممثل وزارة الصحة وكذلك ممثل المنظمة العالمية للصحة في الجزائر وممثل المنظمة العالمية في سويسرا بجنيفا. فتم في اليوم يعني إعطاء حوصلة على يعني الأهداف من هذه الدورة التكوينية، وخصوصا الهدف الرئيسي هو تطوير إمكانيات المخابر في القارة الإفريقية. ونحن بمناسبة هذه الدورة التكوينية سوف يتم يعني تفعيل شبكة المخابر التي تستعمل التسلسل الجيني، ومعهد باستور الآن في الجزائر له دور يعني ريادي في مجال التسلسل الجيني بالنسبة للإنفلونزا والسارس كوف 2 وكذلك لبعض الفيروسات الأخرى. لهذا تم اختيار معهد باستور والجزائر لهذه الدورة التكوينية من طرف المنظمة الصحة، لأنها تجتمع فيه جميع المؤهلات حتى تكون يعني فرصة لجميع الدول الإفريقية لاكتساب خبرة واكتساب يعني تفعيل واكتساب كذلك الاشتغال بهذه الماكينات التسلسل الجيني اللي هي ماكينات يعني مش سهلة صعبة، وبالتالي هي فرصة كبيرة لهذه الدول لاقتناء هذه الخبرة في الجزائر بمناسبة هذه الدورة التكوينية اللي هي رفيعة المستوى، خصوصا بحضور كما قلت لك مركز مكافحة الأوبئة في أطلنطا اللي هو رائد في هذا المجال في العالم، مع بعض الخبراء من المنظمة العالمية للصحة. هل احنا على بالك رانا على يعني يخلص الصيف، يدخل الموسم اللي تكثر فيه الفيروسات، خاصة لي فيروس ريسبيراتوار، اسكو هذا النوع من الدورات راح تسهل يعني في التشخيص والتفريق بين الفيروسات من يتشابهوا يعني بين طبعا الكوفيد بين طبعا لاغريب؟ اسكو هذه هذا الانفورماسيون هو ايديا او هذه دياغنوستيك؟ نعم هذه هي من الأهداف الرئيسية. الآن كل مخبر يعني بحث اللي موجود اليوم أكثر من 12 ولا 13 بلد إفريقي كما قلت لك راح يجيبوا الخبرة تاعهم في مجال التسلسل الجيني في المخابر، وسوف تكون دورات يعني كما نقول نظرية ودورات تطبيقية كما هنا في المخبر، أن يتم يعني تبادل الخبرات هذه وكذلك اكتساب وكذلك يعني نجيب الخبرة من مركز مكافحة الأوبئة الأمريكي اللي حيعطي الخبرة تاعه في هذا المجال، حتى نعرفه مثلا قارنه بين فيروسات في إفريقيا. مثلا احنا نعرفه بالنسبة لكوفيد 19 بعد ما درنا التسلسل الجيني على مستوى كبير على بالنا باللي الانتقال جاء من الجنوب إلى الشمال، وهذه من المستحيل نعرفها إذا كان ما كانش التسلسل الجيني. وكذلك بالتسلسل الجيني نعرف التغيرات التي تطرأ في الكوفيد 19، وشفنا المتغيرات المتحورات كالدلتا كالأوميكرون اللي هي بالتسلسل الجيني اللي نعرفه نقدروا نراقبوها. وكذلك بالنسبة للإنفلونزا، لأن كل سنة نعود نلقح الإنفلونزا، وكل سنة كاين فيروسات إنفلونزا خطيرة اللي تقتل أكثر من مليون شخص، نصف مليون شخص سنويا. بالتسلسل الجيني نراقب هذه التطورات تاع الفيروسات، وهل اللقاح هذا راه فعال بالتسلسل الجيني الان اللي راح في السنوات المقبله راح يكون يعني اول اداه في المخبر، حتى نكون عندنا يعني سرعه في المراقبه، وخصوصا لما نقول لك سرعه في المراقبه والتشخيص، سرعه في اتخاذ القرارات طبعا اللازمه من طرف الهيئات العليا مبنية على الأدوات المعلومات العلمية الدقيقة طيب، وحنا راح نتبعوكم طبعا. إن شكرا شاء الله. دكتور أشكرك درار. واجب.